يا اهلا يا اهلا، معاكم مريان. بصراحة زوجي العزيز كان نفسه في ام علي، فقلت له هعمل له اختراع حلو بقى كده، ام علي بالجلاش. بس مش هنحط جلاش بس، لا ده احنا هنحط بسبوسة وهنحط كنافة وهنلغوص الدنيا خالص. عندي لفة جلاش هقطعها زي ما انتوا شايفين شرايط بالمقص او بالسكينة. شرفتوني ونورتوني في ميدن ماي هوم. يلا بقى زي ما انتوا شايفين همسك شوية شوية وهقطعهم برضو بالسكينة او بمقص مكعبات صغيرة او مستطيلات صغيرة. يلا ننجز بسرعة، أكلة رهيبة وخطيرة ومش هتاخد مننا 20 دقيقة في الفرن، بس ممكن نعملها في الميكرويف. زي ما انتوا شايفين بفرط كل ورق الجلاش من بعضه وهنزل عليه بمعلقتين سمن كده، وهدخل الجلاش في السمنة تاني وهدخله الفرن تحت الشواية، الشواية اللي في سقف الفرن، هسيبه لحد لما الوش يحمر. يلا نعمل الحشوة. شوية زبيب، بلاش بخل، شوية جوز هند، ويلا نقشر فول سوداني في الحشوة بتاعتنا، وهنحط كمان سميد دقيق البسبوسة، وهنحط كنافة. كنافة وسميد. زي ما انتوا شايفين ما خدتش 5 دقايق 7 دقايق بالظبط والوش احمر، هسيبه على جنب. يلا نكمل بقية الحشوة. حط كيسين فانيليا، عايزين تكتروا بالفانيليا كتروا براحتكم، شوية سكر، سميد دي البسبوسة السيمولينا، عندي شوية كنافة كانت في الفريزر هكسر كده منها شوية فتفت شوية واحط على الحشوة كده. ما بقتش ام علي، هي انا هسميها ام علي بالبسبوسة والكنافة. حط شوية لبن باودر، عندي 2 كوباية لبن، هنزل فيهم شوية سكر برضو واحط شوية سكر تاني على الحشو، هقلب اللبن مع السكر. وده طاجن بايركس يا جماعة، يكفي ممكن فرد كده او فرد وطفل. زي ما انتوا شايفين بقلب الحشوة، السيمولينا مع الكنافة مع جوز الهند مع الزبيب مع الفول مع السكر مع الفانيليا، حشوة حلوة بصراحة. هنزل شوية جلاش في البايركس ده، وعندي بايركس صغير برضو هحط فيه، يعني لفت جلاش عملت لي 2 بايركس صغيرين، يكفي من فردين لتلاتة، من فردين لتلاتة. وهنزل الحشوة وهخلطها مع الجلاش المتحمر زي ما انتوا شايفين. برضو نزلت كل الحشوة وقلبتهم في الايه، في الجلاش المتحمر في الشواية. يلا بقى ننزل عليهم بالسوائل. البايركس الكبير هحط فيه 2 كوب حليب، 2 كوب حليب، حليب ليكويد عادي سائل او باودر على مية. هنا البايركس الصغير حطيت فيه رشة فانيليا، رشة قرفة، رشة قرفة. البايركس الصغير خد 1.5 كوب، 1.5 كوب حليب، ورشة قرفة كمان تاني من على الوجه. من على الوش بقى انا ما عنديش قشطة يا جماعة، هحط ايه، سمنة بلدي، سمنة بلدي، الله على طعم السمنة البلدي، خطيرة خطيرة. وعلى الفرن يا جماعة مش هياخدوا يعني بالظبط بالظبط 20 دقيقة، 1/3 ساعة. يلا نشوف بعد 20 دقيقة، عايزين نفتح الشواية دقيقة 2 هيتحمر بسرعة. فتحت الشواية اخر 2 بالظبط زي ما انتوا شايفين. الله الله الله، شرفتوني ونورتوني، اتمنى ان انتوا تجربوا الوصفة دي، ام علي بالكنافة والسيمولينا. اتمنى ان انتوا تاخدوا جولة في القناة وتشوفوا الريفيوهات والفيديوهات اللي انا كنت عاملاها. اشوفكم على خير في فيديو جديد، باي.